تربية الأبناء من أصعب المهام اللي بيقوم فيها الآباء والأمهات، وتحديداً في الفترة اللي إحنا فيها مع التطور والتكنولوجيا. لكن لكل مرحلة عمرية في إلها صعوبات. خلينا نشوف شو أكثر المراحل العمرية صعوبات في تعليم الأبناء وتربية الأبناء من خلال هذا التقرير. ليش بتعيطي؟ تحكي معك، تعالي تحكي معك. أي مرحلة عمرية هي الأصعب في تربية الأبناء؟ الحقيقة المرحلة العمرية الأولى اللي تبدأ يعني من عمر 6 سنوات وطالع، أو 5 سنوات وطالع تقريبا. يعني أعتقد أنت حتى الآن الوحيد اللي تحدث عن هاي المرحلة العمرية. الأغلب بيحكي عن سن 18، سن المراهقة. عفوا، المرحلة الأولى هي الأصعب. ليش؟ لأنه أنت لما تأسس مظبوط، شايف كيف، لما تصل لسن 17 أو 18 بتكون مرتاح، بتكون مرتاح جدا، أعطيته أسس الحياة وتعليمات الحياة مظبوط، فراح يطلع يعني مقبل على الحياة بشكل صحيح ويحط رجله على الطريق الصحيح. هل تختلف هاي المرحلة أو عملية التربية بين الذكور والإناث؟ أكيد. أي أصعب؟ طبعا الذكور أصعب، لأنه الذكور منفتحين على المجتمع أكثر من الإناث. الإناث بظل حياة مغلقة داخل البيوت، يعني تقدر تسيطر عليها. وبعدين الإناث عفوا في عندهم غريزة العاطفة، شايف، ميالات للأم، ميالات للأب داخل البيت، فتقدر تطوع الأنثى زي ما بدك. لكن الشاب لأنه يحتك بالحياة الخارجية، عنده حب اللي هو البروز، حب الاستطلاع، حب أنه هاي شغلة مثلا جديدة أو حدث جديد كيف بده يدخل فيها، كيف بده يدخل معترك الحياة. حتى هاي يعني المرحلة العمرية اللي بتحكي عنها، حتى مع وجود السوشيال ميديا، نعم، والإنترنت بشكل عام منتشر حتى بأيدي الأطفال، صرنا نشوفه خفف إشي أو زاد عبء؟ لا بالعكس، هي السوشيال ميديا زادت عبء على الوالدين، شايف كيف؟ لأنه عدم المؤاخذة، إحنا يعني دخلنا مرحلة الطفولة كنا مغلقين، يعني ما نعرف إشي بالحياة. لكن لما إجت السوشيال ميديا فتحت كل شيء، صار كتاب مفتوح للطفل، يقدر يدخل على الموضوع هذا، يدخل على الناحية هاي، يدخل على أي شيء داخل النت وشوفه بشكل طبيعي وشكل واضح. فزادت من صعوبة الموقف بالنسبة للوالد أو الوالدة داخل البيت. يعني أول 5 سنوات الأصعب. الأصعب هي فترة المراهقة اللي بتبدأ من ناحية الصفوف 7، 8، 9. الأخطر هاي؟ هي الأصعب والأخطر. هلأ ذاك الأخطر إنه لما الشاب يطلع ويتبطل من تحت يعني سيطرة إمه وأبوه، اللي فترة الجامعة والدراسة بعد هيك. خلينا نحكي 16، 17، 18، 19 لحد 20. لها يعني بالضبط. هاي يعني أخطر، إنه بصير يعني ارتباط الولد بأهله أقل، بصير يعني مرحلة المتابعة إلهم أقل. طيب، من خلال حكيك أنا شايف إنه حديثك عن الذكور، هل بتختلف من الذكر للأنثى؟ لا والله بطلت تختلف. ليه؟ ما عادت، لأنه صار التنين نفس التحدي قدامهم اللي هو السوشيال ميديا والانفتاح. يعني هذا الإشي صار خلى التنين سيان، يعني بطل كتير في تفرق الخطورة. لكن يمكن يكون البنات تحت سيطرة أمهم أو قدام عينها أكتر، فالشباب يمكن يكون إنه أخطر شوي. يعني كان مثلا تواجدنا مع أهلينا كتير، كنا نقضي وقت كتير أطول، وهذا بحد ذاته كتير إشي مهم. كانت السوشيال ميديا تقريبا مش موجوده، اذا بدك تقول عن جيلي او عن جيل حتى الشباب اولادي اللي بالعشرينات الان، كان الشيء اقل اخطر، يعني اقل خطوره من الان. هلا وكل الجاي كمان الساعه اخطر، يعني كل ما زادت الانفتاح زادت الخطوره، وكل ما زادت فتره وجود الاولاد مع اهاليهم كل ما قلت الخطوره، لانه كثر التواجد مع الاهل بحميهم اكثر من 10 ل 15 وفوق، هي الاصعب. آه. طب ليه؟ لأنه كل ما بيكبر الطفل بصير يعني مسؤوليات أكثر من هيك، وندير بالنا عليهم أكثر من هيك. فهنا صعب المرحلة كتير، يعني بتصير عملية مراقبة أكبر من أول. أكبر أكيد أكيد. هل بتختلف؟ لأنه سنهم هذا يعني صعب جدا، لازم مراقبة باستمرار لإلهم. بسموه سن الخطر، نظام الموبايلات والتكنولوجيا والشغلات هاي كلها صعبة. طب لو حكينا عنه أصعب، تربية الذكور ولا الإناث؟ صراحة الذكور. ليش الذكور؟ لأنهم دائما منتشرين، يعني البنت بتضلها بالبيت في لها حيز معين، لكن الولد بيطلع على الشارع، بيروح، بتلاقي بناس كتير، لازم يكون عليه أكتر، يعني الواحد يهتم فيه أكتر حتى في وقت نهار.
طبعا هو اكثر واكثر اصلا في وقتنا. بس وانا في صار في عامل مشترك بين الذكور والاناث، السوشيال ميديا. طيب ما هذا كمان اخطر واخطر. طيب صار الخطر متوازي تقريبا. بس حتى البنت انا بقدر اسيطر عليها، الولد ما بتقدر تسيطر عليه. المرحله بسن 8 سنين 9 سنين. ليش؟ لانه بيكون لسه بده ينضج وبيسال عن كل شيء وبده يستكشف اي شيء. هو كل شيء بتغير، وبعرفش اللي بدهم اياه بدهم اياه، او بدهمش مسؤولية حد ينسال عنهم. يعني بدهم يمشوا على الهوا ما بدهم، بس بدك تتخيط تخيطهم ما بدهم. حكيك بيشمل الذكور والاناث ولا الذكور منفصل؟ الاناث، ربيت اناث ذكور يعني، بس ازود مرحله الاناث. اصعب من الذكور؟ اصعب من الذكور. ايش هو كل شيء تغير، صار بدهم كل شيء يعني، بدهم يعني يتشبهوا، خاصه اللي احنا الحاله اللي احنا فيها كل شيء بدهم اياه. تمام. هون بصير مرحله صعبه. يعني مرحلة ال 18 أصعب من مرحلة الطفولة اللي بيكون فيها الطفل مش فاهم إشي. فعلا هي أصعب مرحلة بتعدي، لأنه بصير وهو صغير بتتحكم فيه، تفرض رأيك عليه بيمشي معك، لما يكبر ما برد عليك. معناته لازم أنا أكون مهيئه للفترة الكبيرة إني أمشي زي ما بدي. أوكي، بس عوامل الحياة وإنه يختلط من المجتمع برا ما بتقدر تتحكم أنت فيه. في له شخصيته، في له كيانه، بصير بده يكلد مثلا اصحابه، بده يعمل زيهم، بده يحكي زي، ما بتقدر تتحكم انت، ما بتطلع معاه برا. انا هاي اللي يعني اللي من ورا اولادي جربتها، طلعوا برا بصير اروح معهم لا، فكانت هي اصعب. يعني اكثر عندي اسم الله اثنين انه خلص بدهم حياه مستقله زي ما بدهم. مع مين تغلبتي اكثر في عمليه التربيه، مع الذكور ولا مع الاناث؟ لا الاناث. ليش؟ انت اول شخص بيحكي الاناث. لا ما شاء الله عليهم الذكور عندي بصراحه، كثير كثير طيبين، كثير حنونين يعني. والله انا بصراحه متفاجئ حاليا، لانه الكل بيحكي مرحله تربيه الاطفال الذكور اصعب من مرحله تربيه الاطفال الاناث. لا لا لا، انا بالعكس انا تغلبت مع الاناث كثير يعني. مراقبة بشكل أكثر، بشكل مستفيض. بدهم مراقبة، بدهم يلبسوا زي البنات، بدك تهيئ لهم كل إشي بيشوفه بدك تجيبه. الشاب لا ما بتفرق معاه يعني، بس على إنه كمان هو بيعمل بيجيب فلوس وبيشتري اللي بده إياه. أما البنات ما لا لا، بدك تعمل زي ما بدها بنت خالتها، بنت عم ترضي. بدك ترضي، برافو عليك. الولد هو اللي بده يرضى الأم. فترة اللي هي بعد الساعة بعد السن 12 عام لحديت 18 عام بكون عنده زي ما بحكوها تقلبات فسيولوجية قوية للطفل، وصعب تتحكم فيه. يعني بصير الطفل يشعر حاله مسؤول أكثر يعني من والده عن نفسه، عرفت كيف؟ بحب يفرض قراراته على نفسه وكل شيء. برأيك تربية الأطفال الذكور أصعب من الإناث ولا الإناث أصعب من الذكور؟ والله أنا شايفة إنه الصنفين متساويين. والذكور نعم الكل بحاجة لمراعاة ظروفه والفترة العمرية اللي بمر فيها. بنلاحظ الفترة هاي إنه تربية البنات صارت أصعب. أيوة، لأنه البنت هي أساس المجتمع وهي لبنة الأسرة طبعا، المكملة الذاتية للأسرة. فلما يكون في فشل في البنات يعني اقرأ فشل كامل. نعم نعم، الأسرة مهددة بالانهيار. فسبحان الله الذكور برضو إلهم نصيب من هذا الشيء. لما يكون الأغلب عفوا الأغلب بيحكي إنه تربية الذكور هي أصعب، زي ما حكى الأخ يعني إنه صار في عنده حب البروز، إني أنا موجود، أنا إلي كياني، أنا إلي كلمتي كمان. فهذا الشيء مش بكون أصعب للبنت، لأنه البنت ممكن نحتويها إحنا بالحديث بالكلام بالعاطفة. نعم برضو لأنه عاداتنا وتقاليدنا فرضت على أنه البنت أقل حظا من الذكر، فالذكر مسيطر يعني في كل الأحوال، وعدا عن ذلك يعني سبحان الله أعطوه حرية مطلقة، افعل ما تشاء، في الآخر أنت ذكر. البنت زي أنت ما حكيت وتفضلت أنه يعني سبحان الله نص، بس في الوقت هذا صرنا نلاحظ إيش نفور الفتاة. أيوة، صارت البنت الطالب في المساواة، مما أدى إلى إيش النفور، الكل اتعدى الطاقة المحدودة إله في المجتمع. في ناس كمان بعتبر إنه إذا كبت البنت إنه هيك يعني رباها. التربية غير عن الكبت، يعني الموضوع مش بالكبت،
الموضوع بانه تشبع رغبات هاي الطفله. يعني هاي الطفله الاصل لها يعني عاطف لها جانب عاطفي، الاصل انه انت تقدر في البيت تشبعه مشان ما تروحش تصرف ايش هاي الشغله برا، لانه ممكن يعني يكون الكبت جزء يعني زي ما بحكوها جزء من الانحراف تاع البنات انه والله تكبتها. بنشوف في بنات مثلا قدام اهلها بتشوفها ملاك، لكن لما بتطلع برا بصير يعني سلوكياتها بتختلف 100% وبصير كل شيء يعني فيها بيتغير. حتى هي تطبقت بالامثال الشعبيه كثر الضغط ولد الانفجار. ولد الانفجار صحيح صحيح، لكن انا برايي بختلف عن زوجتي بموضوع انه الذكر صعب السيطره عليه. يعني البنت وخصوصا في ظل وجود العادات والتقاليد تاعت مجتمعنا وبعضها لساته موجود يعني محافظين عليه، بنلاحظ انه الولد صعب السيطره عليه زي البنت. يعني البنت بابا والله بدي اطلع عند صاحبتي، تاخذها بسيارتك بتوديها تستناك عبين ما ترجع تأخذها وترجعها. الولد لا، لازم يطش كل خميس مع أصحابه ويطلع إيش بعمل كذا، بده يغيب عنه. مشكلة إذا سألت وين رايح. طبعا إذا سألت وين رايح جريمة، وقول لك بعدين صيري أفأف عليك. يعني اختلفت الأراء واختلفت الأعمار اللي تحدث عنها المواطنين حول تربية الأبناء وأصعب المراحل اللي ممكن إحنا نربي فيها أبنائنا، لكن اكتشفنا إنه حتى المرحلة العمرية تختلف من شخص لآخر في الزمن اللي احنا عايشين فيه.